دكتور محمد رشدي عميد كليه الحقوق. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم، كل سنه وانت طيب. طيب عايز اعرف استعداد الكليه للاستقبال العام الدراسي الجديد. اولا كل عام والجامعه كلها بخير، قياده واساتذه وعمداء ووكلاء والموظفين والعمال. الكليه كلها على اتم استعداد، سواء من شؤون الطلاب الى شؤون الدراسات العليا الى رعايه الشباب الى المكتبه، كله حاليا على اتم الاستعداد لاستقبال الطلاب. يمكن احنا التجهيزات عندنا من اكثر من 15 يوم، الكليه كلها في حضور تام وعلى اتم الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد. المدرجات جاهزه، الأدوات تتم المحاضرة بها برضو جاهزة إن شاء الله، ولو في أي عقبة إحنا بيتم تذليلها لجميع الطلاب إن شاء الله. طيب وبالنسبة لاستعداد استقبال فرقة سنة أولى إن شاء الله؟ سنة أولى إن شاء الله هنعمل لهم لقاء مفتوح خلال اليومين اللي جايين إن شاء الله. بيتم توعيتهم بداية من التوعية بما له وما عليه، يعني الكلية لها مزايا في حالة إذا ما تم الاستغلال الأمثل. طالب سنة أولى في حاجات كثير بيكون غايبة عنه، بيتم توعيته من خلالها. بنعزز برضو حبه للكلية، حبه للجامعة. الطالب في حاجات بتغيب عنه، فاحنا كل الأساتذة يعني إن شاء الله هيكون كل محاضرة فيها توعية شاملة للطلاب سنة أولى إن شاء الله. حضرتك تحب تقول إيه للفرق السنة أولى؟ أقول لهم أولا كل عام وأنتم بخير، أهلا بكم في كليتكم كلية الحقوق. كلية الحقوق من الكليات المرموقة، بس بشرط الطالب يكون متميز. طلاب كلية الحقوق لو كان متميز الهيئات المعنية كلها بتكون على أتم الاستعداد لتعيينه. لو كان غير متميز يبقى كده احنا يعني بيحتل المراتب الأخرى. نتمنى له التوفيق في كلتا الحالتين إن شاء الله. شكرا حضرتك يا فندم. شكرا لكم وشكرا لقناة جامعة جنوب الوادي.